وكأن مصر تخصصت في إدهاش العالم. هذه المرة رئيسان يحاكمان في مدى زمني قريب جدا، يخضعان للمحاكمة في نفس الوقت تقريبا. الرئيس مبارك ما يزال قيد المحاكمة، الرئيس محمد مرسي. طبعا الرئيسان مخلوعان، اختاروا الوصف الذي تريدونه، لكن في نهاية الأمر هما رئيسان مصريان سابقان يخضعان للمحاكمة الجنائية لا السياسية، الجنائية. طبعا أنصار الرئيسين يتحدثان عن إنه هذا كله سياسة، لكن القضاء المصري يحاكمهما محاكمات جنائية. بالنسبة لمحاكمة اليوم، محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي، الأمور شديدة التعقيد. محمد مرسي وقف أمام المحكمة وقال أنا لا أعترف بالمحكمة أصلا، لا أعترف بهذه الحالة المهزلة التي تسمونها محكمة، أنا الرئيس الشرعي للبلاد وأنا أناشد قضاة مصر الشرفاء وعدالة القضاء المصري، برغم أنه هو كانت له مواقف فيها قدر كبير من المساس بالقضاء، وهذه قضية أخرى، أثناء العام الذي أمضاه في سدة الرئاسة. لكن الآن يتحدث عن القضاء المصري العادل ويقول أناشده أن يحاكم الانقلابيين، يحاكم هؤلاء الذين انقلبوا على الشرعية، وعاد يردد الشرعية مرة أخرى. التعقيد سببه أنه مصر الآن تضع، يعني من ناحية تضع وقودا على نار مشتعلة في الشوارع بالفعل، لأنه أنصار مرسي والإخوان ومن يتعاطفون معهم يصعدون من نبرتهم ومن غضبهم في الشوارع المصرية نتيجة هذه المحاكمة التي يصفونها كما قلت لكم بأنها محاكمة هزلية ومحاكمة لا محل لها من الإعراب، لأن المشهد كله مشهد غير شرعي، والشرعية معهم ومع رئيسهم الحبيس. لكن في العالم ردود الفعل كانت مختلفة عن ذلك. الإعلام العالمي تحدث عن أنه هذا أفضل كثيرا من الحبس غير الشرعي للرئيس مرسي، من اعتقاله وإبقائه في مكان غير معروف لأسباب غير معروفة. الآن ظهر إلى العلن وظهر أنه الحمد لله بصحة جيدة، بل إنه اكتسب وزنا زائدا كما تندر البعض، وإنه القضاء المصري سيحكم في شأنه وربما يبرئه في هذه الحالة، سيخرج، لن يستطيع أحد أن يحبسه بعد الآن. وسائل الإعلام العالمية تتحدث بهذه النبرة وتقول إن هذه المحاكمة ستكون الاختبار الأصعب للإدارة المصرية الحالية. لو أنها بالفعل، وأنا أظنها كذلك، وإذا ما ظنناها غير ذلك، إذا ما ظننا أنها محاكمة غير عادلة، فإننا نطعن في القضاء المصري وهذا يدخلنا السجن. خلوا بالكم، يدخل مصري زي حالات السجن على الأقل. إذا كانت هذه المحاكمة عادلة كما يقول الإعلام الغربي، فإنها تمثل نجاح الإدارة المصرية الحالية في أصعب اختباراتها، أن تدير وتشرف على، طبعا لا تشرف يعني لا تتدخل، لكن أن تخرج من رحمها محاكمة عادلة لقطب النظام السابق، النظام الذي أطيح به شعبيا في 30 يونيو. أما إن كانت هذه المحاكمة محاكمة على نمط محاكمات صدام حسين كده في العراق، محاكمة فيها قدر كبير من الافتئات على حقوق المتهم، محاكمة العدالة تتوارى فيها ويظهر إلى العلن التسييس، في هذه الحالة تكون الإدارة المصرية قد سقطت. هذا كلام الإعلام العالمي، لكن في كل الأحوال هذه لحظة لافتة في عمر أم الدنيا التي تحاكم رئيسين في نفس الوقت. خلف هذا السور، سور أكاديمية الشرطة، بدأت محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي، محاكمة غير عادية في ظروف غير عادية. وقف مرسي للمرة الأولى خلف قفص الاتهام يحاكم بتهم التحريض على العنف وقتل المتظاهرين، وهي التهم التي وجهت من قبل لسلفه مبارك في نفس هذا المكان. قيل إن مرسي كان يصرخ من داخل القفص أنا الرئيس الشرعي، بينما يحتشد المئات من أنصاره خارج مقر المحاكمة يهتفون باسمه غير معترفين بسقوط شرعيته. يا حرية بينك وبينك، انت خلية بيننا وبينك، انت خلية بيننا وبينك،
النهارده هنسمع كلمه من قائد الامه بيوجهها للامه. النهارده هنسمع رئيسنا هو بيوجهنا, هو بيقول اصبروا وصابروا, هو بيقول توكلوا على الله, هو بيقول لنا يقيني في الله, هو بيقول لنا في رب هيحاسب. مفروض زي مبارك ما تحاكم هو والعدلي, مفروض ان محمد ابراهيم اللي بيامن دلوقتي المحاكمه يبقى هو واللي قتلوا المتظاهرين في القفص مع دكتور مرسي. معاك ببطله, لان كل ما بني على باطل فهو باطل. القضية التي يحاكم فيها مرسي و14 شخصا آخرين من جماعة الإخوان المسلمين بتهمة قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية, يرى البعض أن خيوطها ستكون طويلة, حيث يؤكد محامون المتطوعون بالدفاع عن الرئيس السابق والمتهمين الآخرين في القضية بأنها محاكمة سياسية لا تستند على أدلة تدين أيا من المتهمين في القضية. طبعا المحاكمة السياسية من الطراز الأول طبعا, لأنه مع توالي الجلسات وإبداء الدفاع هيبين للناس كلها أن دي مش دي اتهامات أصلا, ملهاش أركان لا مادية ولا معنوية للجرائم. كلام هلامي, ولو وجدت أدلة فيثبت الدفاع أنها أدلة مصطنعة ومرتبة من مباحث أمن من الأمن القومي ومن الجهات التي كانت تعمل مع الرئيس مرسي وقت أن كان يعمل, وكانت ترتب للمؤامرة للإطاحة به. نحن لا نقر قائمة الاتهام كاملة ولا نقر التحقيقات, لأن الرئيس مرسي هو الرئيس الشرعي, وأن ما حدث في 3 يوليو هو انقلاب. الإجراءات الأمنية المشددة داخل وخارج قاعة المحكمة لم تحل دون وقف الاعتداءات التي تعرض لها الصحفيون والإعلاميون على يد أنصار الرئيس السابق أثناء تغطية المحاكمة, حيث قاموا بتحطيم معدات البث لعدد من القنوات الفضائية والاعتداء على الإعلاميين والصحفيين. ياسين الجهري, سي ام بي سي عربية, القاهرة. وأنا أحب أن أبدأ حواري مع ضيفي الكريم الأستاذ عصام شيحة, المحامي بالنقد وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد المصري, الحزب المصري العريق. مساء الخير يا أستاذ عصام. مساء النور يا سمع. أنا أحب أن أبدأ حواري معك, هو فين الشرطة؟ كيف تترك الشرطة محتجين أيا كانت انتماءاتهم يرتكبون مخالفات من هذا النوع ويعتدون على الإعلاميين والصحفيين يا أستاذ عصام؟ عايز اقول لك انه مش الاعلاميين بس اللي كانوا مستهدفين, الجماعة لديها تربص شديد بابناء القوات المسلحة, ابناء الشرطة, ابناء الاعلام, المواطنين المصريين. حالة من الجنون في بعض الاحيان بتصيب بعض اعضاء جماعة الاخوان المسلمين تجاه كشف الحقائق من اي جهة من الجهات. فانا اعتقد ان العبء كان ثقيل جدا اليوم على الاجهزة الشرطية في مصر, لانه الأمور انت بتتكلم تفجيرات في أماكن كثيرة, فكان الأمر طبيعي جدا أن يحدث بعض الخلل, خاصة وأنه الشرطة كثفت من تأمين الرئيس السابق خشية أنه الإخوان أنفسهم يقوموا باغتياله أو يقوموا بالاعتداء عليه فينسب ذلك إلى الدولة المصرية, فكانت حريصة قدر المستطاع على تأمين المحاكمة ربما أكثر من تأمين من كانوا خارج المحاكمة. لكن أعتقد أن ده سوف يوضع في الاعتبار في المرحلة القادمة, لأنه الإعلام أعلن غضبه عن عدم تأمين الإعلام صحيح. خارج هذا أمر عجيب يا أستاذ عصام. كنا نتحدث بالأمس عن خيبة أملنا لأنه برنامج باسم يوسف أوقفته قناته, وأنه هذه قد تكون ردة إعلامية. الآن الطرف الآخر أيضا يمارس التشبيح ضد الإعلاميين. يعني عايز أقولك أنه المصريين أدركوا أنه المؤسسة الأقوى والمؤسسة الفاعلة في ثورتي 25 يناير و 30 يونيو كان الإعلام المصري. الإعلام المصري أصبح مؤسسة قوية ومؤسسة فاعلة بشكل كبير, فبينصب الغضب من جانب كل من يكشف الإعلام المصري قصوره أو يكشف سوءاته, أنه بيوجه غضبه الشديد تجاه الإعلام. للأسف في بعض الأحيان بيتم الاعتداء على الإعلام المحايد أو خلينا نكون أكثر دقة على الإعلام الموضوعي, يعني لأنه الإعلام غير الموضوعي هو بيبتعد عن الأماكن اللي فيها الحقيقة يا أستاذ عصام. أنا الحقيقة يعني أرى أنه احترام الإعلاميين واجب حتى ولو كان هذا الإعلام غير موضوعي. تصور, لأنه أنا لو اعتديت على كل إعلامي مواقفه تختلف عن مواقفي, ده إحنا نبقى في غابة يا أستاذ عصام. ده أنا بتفق معاك يا أستاذ محمد, لكن أقدر أقول لك إن إحنا بنمر بمرحلة فيها ارتباك شديد, وأعتقد إنه
خروج المحاكمة النهاردة بهذا الشكل ربما يبعت رسالة إيجابية أنه على الدولة أنها تحمي كل المؤسسات بما فيها المؤسسة الإعلامية. مش كده وبس، أنا كمان متصور أن المصريين أنفسهم عليهم مهمة الدفاع عن الإعلام، على اعتبار أن الإعلام ساهم مساهمة فاعلة ومساهمة جدية في الدفاع عن المصريين على الأقل خلال الثلاث سنوات الأخيرة. طيب دعنا نطرق صلب الموضوع، وصلب الموضوع هو هل هذه محاكمة مسيسة كما يقول أنصار محمد مرسي؟ هل هذه محاكمة بالمقاييس القانونية منضبطة وأنت ترى أنها تنبئ بنتيجة تمتثل للعدالة وليس لإرادة أحد في هذا الطرف أو ذاك؟ خلينا نتفق على أنه المحاكمة الحالية هي محاكمة عادية جدا، لكنها تأتي في ظرف استثنائي ومتهم استثنائي، هذا ما جعل المحاكمة تبدو غير طبيعية. لكن في المحاكم الجنائية كلها المشهود للقضاء المصري أنه قضاء نزيه، خاصة في القضايا الجنائية، خاصة في قضايا الدم. يعني وأنا أترافع سنين طويلة أمام القضاء الجنائي المصري وأعلم تماما أنه قضاء مستقل وقضاء نزيه، وأن لا يمكن للقاضي الجنائي في قضايا الدم بالذات أنه ينسب إلى متهم جريمة لم يرتكبها. كل ثقة في القضاء المصري، وأقدر أقول لك أنه القاعدة العامة لدى القانونيين أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وإحنا منتظرين إحنا كمان إن إحنا نشوف أدلة الاتهام اللي هتقدمها النيابة العامة. نقطة مهمة جدا يا أستاذ عصام إن سمحت لي، النيابة المصرية طوال العامين الماضيين، وأنا مش عارف اللي هقوله ده كمان يدخلني السجن ولا لأ، لكن النيابة المصرية فشلت في تقديم أدلة اتهام لأناس يعرف كل ثوار يناير ان هم اياديهم ملطخه بالدماء وخدوا براءه. يعني هتنجح المره دي؟ انا مش عارف يعني، واذا نجحت المره دي لماذا لم تنجح من قبل؟ هقول لك يعني هتنجح ليه المره دي ومش هتنجح وما نجحتش المره الاولى. المره الاولى كانت مفاجاه لاجهزه الشرطه وللنيابه العامه، حدث جديد، لكن احنا كلنا كل المصريين اكتسبوا خبرات، بقى اصبح لدينا تراكم خبرات. احنا عندنا ثورتين في اقل من ثلاث سنوات، والقضيه اللي منظوره اليوم تم التحقيق فيها وتمت التحريات فيها وتم سؤال الشهود فيها في ظل حكم الرئيس السابق مرسي. يعني تمت القضيه بالكامل في ظله، وتمت التحقيقات في ظل النائب العام السابق واللي كان محسوب على الرئيس مرسي. فاعتقد ان الظروف مختلفه في الوقت الراهن، لانه هناك مؤسسات داخل الدولة قدمت تحرياتها، هناك شهود شهدوا الواقعة، هناك شرائط تسجيل مسجلة للمتهمين اللي قاموا بالاعتداء على المتظاهرين أو قتل المتظاهرين أو سحل المتظاهرين أو التحقيق مع المتظاهرين أو تعذيب المتظاهرين، لأنه ما تم أمام الاتحادية خرج عن كل الأعراف، لأنه الميليشيات اللي نفذت الاعتداء على المتظاهرين قامت بدور الشرطة وقامت بدور النيابة وقامت بدور القضاء، فهي ضبطت وحققت وحكمت كمان. فأعتقد أنه الأمور مختلفة في هذا الأمر، خاصة وأنه الرئيس هنا هو نفسه في خطاباته وفي رسائله هو حس جماعته على استخدام العنف، بل أنه تدخل في بعض الأحيان في قضايا منظورة أمام. طب دي جريمة عقوبتها إيه يا أستاذ عصام؟ هذه جريمة التحريض إذا نتج عنها قتلى العقوبة تصل إلى الإعدام. يعني المحرض بيعاقب بنفس العقوبة اللي بيعاقب بها. لكن عادة القضاة المصريون بماذا يحكمون في تهم من هذا النوع؟ بيحكم بالإعدام. بالإعدام. هو في النهاية بيحكم بالإعدام، لأنه هو يعني بيصل في يقينه أن المحرض هو صاحب المصلحة في وقوع القتل. أنا يعني الحقيقة ما يحضرني الآن حكاية رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، وأنه ثابت أنه حرض على القتل، والراجل خد 15 سنة، يعني مش إعدام يا أستاذ عصام. حكمته المحكمة في أول درجة بالإعدام، لكن لما تم التفاهم مع المدعين بالحق المدني، ما هو أنت في النهاية ولكم في القصاص حياة يقول الألباب. أنت في النهاية مش هنبقى ملكيين أكتر من الملك لما يكون المدعين بالحق المدني أصحاب اللي هو ولي الدم، هو نفسه بيعفو عما تم ويقول ان انا عفيت عنه وان انا بتنازل عن الادعاء المدني، فالقاضي بيطبق القانون في حدود تمثيله للدوله
وليس تمثيله الى المدعي بالحق المدني، على اعتبار ان المدعي بالحق المدني اعلن صراحه تنازله عن حق. اذا انت تقول يا سيدي ومن زاويه قانونيا مصري انه هذه جريمه ان ثبتت اركانها واستقر في يقين المحكمه انها وقعت بالفعل من هذا الشخص تحديدا، عقوبتها الاعدام، تصل الى الاعدام. ده حقيقي. ده حقيقي. لانه تم فيها استخدام سلاح، تم فيها سحل للمواطنين، تم فيها تعذيب المواطنين، تم فيها القبض خارج اطار القانون، تم استخدام اسلحه ناريه واسلحه بيضاء، تم وقوع قتلى كان في مقدمتهم الشهيد الحسيني ابو ضيف الزميل الصحفي. لا يعني كان في حاله من التربص بالمتظاهرين السلميين بعكس ما يحدث الان من تظاهرات غير سلميه بتتم. طيب في نقطتان يا استاذ عصام. النقطه الاولى، الاخوان سقط منهم قتلى ايضا على امتداد الفتره الماضيه، حتى في احداث الاتحاديه نفسها سقط منهم قتلى، هذا اولا. لماذا لا يذكر هؤلاء ولا يحاسب من قتلوهم؟ والدم المصري واحد زي ما انت عارف يا استاذ عصام. لا يمكن احد انه الدم المصري واحد. وعلى اي صاحب مصلحه لديه يقين ان هناك جريمه قد ارتكبت عليه ان يتقدم ببلاغ الى النائب العام. خليني اقول لك انه في هناك عدد من القضايا سوف يتتالى في الاسابيع القادمه. احنا النهارده بنبدا القضية الأولى في سلسلة من القضايا قد تصل إلى 12 قضية أو 13 قضية، وسوف نرى الرئيس السابق وأعوانه في الأسابيع القادمة في قضايا أخرى غير قضية اليوم. قضية اليوم ربما يكون تم تأجيلها إلى شهر يناير، لكن حقيقة الأمر من هنا إلى شهر يناير سوف يكون لدينا عدد كبير من القضايا سوف تتضمن هذه القضايا. إيه سر التأجيل البعيد ده يا أستاذ عصام من وجهة نظر هيئة المحكمة الموقرة؟ يعني انه اوراق القضيه وقبل شهاده الشهود وقبل ما هتتضمنها تحريات المباحث وتحريات الجهات السياديه وقبل ما هيترافع فيها المدعين بالحق المدني، وصلت اوراق القضيه لاكثر من 8000 ورقه، وده معناها بالضروره انه محامي المتهمين وعددهم 15 متهم ان هم هيبقوا في حاجه ان هم يقروا هذه الاوراق ويجهزوا مرافعاتهم ودفاعهم، وعما اذا كانوا هم في حاجه الى شهاده الشهود او في حاجه الى تحريات مباحث او تقرير خبراء، كل ده هيبقى متاح ليهم، لانه في النهايه هم محظوظين لانهم يحاكموا امام قضيهم الطبيعي. يعني من سمات ثوره 25 يناير وسمات ثوره 30 انها احالت خصومهم واحالت من اساء الى المصريين الى القاضي الطبيعي، لم تحلهم الى محاكم عسكريه او محاكم استثنائيه، وده يحسب للدوله المصريه اللي بتسعى في الوقت الراهن الى بناء الدوله المدنيه الديمقراطيه الحديثه اللي بنسعى كلنا اليها، واللي اساسها هو سياده القانون واحترام سياده القانون واحترام احكام القضاء. واقدر اقول لك ان القضاء المصري يميل بوجه عام في القضاء الجنائي الى البراءه اذا لم تتوافر ادله قاطعه. يعني لا يميل القاضي الجنائي للحبس، يعني اذا لم تتوافر ادله وقرائن وشهاده شهود قوية أمام القاضي الجنائي فهو يميل إلى البراءة ولا يميل. وربما هذا هو ما يفسر يا أستاذ عصام لماذا خرج أقطاب النظام السابق أبرياء من كل التهم الموجهة إليهم. أنا أذكرك إن أنا كنت معاك يا أستاذ محمد وقلت لك إنه الأدلة المقدمة، إحنا هننتظر برضه لما هنشوف الأدلة والتحريات، وأقدر أقابلك مرة تانية وأقول لك عما إذا كانت الأدلة المقدمة والتحريات والشهود سوف تؤدي إلى الإدانة في النهاية. ما أقدرش أقول لك بقى هيدي حكم بالإعدام أو هيدي حكم بالتأبيد، لكن أقدر أقول لك إنه الإدانة واجبة أو البراءة واجبة. مفيش تحفز مننا تجاه شخص بذاته أو تجاه فصيل بذاته امام القضاء، لانه في النهايه الدعوه العموميه امانه في ايد القضاء وكلنا نثق في القضاء المصري. استاذ عصام، في قضايا من هذا النوع لا يمكن الافراج بكفاله لحين انتهاء المحكمه من قراءه هذه المستندات الى اخر ذلك، يعني الحبس الاحتياطي وجوبي، يعني الحبس الاحتياطي في قضايا الدم كلها وجوبي، لانك لا تامن ردود افعال اهالي الشهداء اهالي القتلى، انه في كثير من الاحيان هم اللي بيسعوا ان هم يقتصوا بانفسهم من الجاني. فالمحكمه بتبقى حريصه على استقرار الامور خارج المحكمه، وفي نفس الوقت تامين المتهم
إلى أن يثبت أمام المحكمة إذا كان هو مدان فالمحكمة بتدينه، وإذا كان بريء فيخرج للرأي العام، والرأي العام لديه قناعة إن هو بريء فلا يتعرض للقتل من جانب أهالي الشهداء أو أهالي القتل. طيب أيضا آلة الإعلام الإخوانية تتحدث حديثا مكثفا عن جرائم ارتكبت منذ 30 من يونيو، جرائم هم يصفون فداحتها ويقولون أنه سال فيها دم 100 ضعف الدم الذي سال في هذه القضية التي نحن نتحدث عنها الآن، منها مثلا فض اعتصام ربعة. هل هناك حائل سياسي مثلا يحول دون التوجه للقضاء أيضا لاختصام هؤلاء المسؤولين عن أحداث ربعة، والقضاء يبدي ما يراه يا أستاذ عصام؟ الدساتير المصرية المتتالية قالت أن حق التقاضي حق مكفول لكل المصريين، وأنا أعتقد أنه البلاغات اللي قدمت عن الجريمة البشعة اللي تمت في سيارة الشرطة الخاصة بأبو زعبل تم القبض فيها على ضباط الشرطة اللي وجهت إليهم النيابة العامة. وحتى تتضح الصورة للمشاهد أستاذ عصام، أظن أنه هناك قنبلة دخان ألقيت في سيارة ترحيلات مغلقة فمات كل الموجودين فيها. أثناء محاولة هروبهم احتجزوا أحد الضباط. الضباط تصرفوا تحت الضغط العصبي في أنهم عايزين يفرجوا عن زميلهم المحتجز، فرموا قنبلة داخل السيارة، فكانت النتيجة أنها قتلت 36. الجميع واعتقد ان النائب العام لم يقبل اي التماس من وزارة الداخلية او من دفاع المتهمين، رغم ان هم اقروا انه كانت هناك محاولة للهرب ومحاولة لاعتداء عليهم، لكن النائب العام اصدر قرار بالقبض عليهم واحتجازهم على ذمة القضية. فعايز اقول لك في النهاية القاضي لا يستطيع الا انه يطبق القانون، لا يستطيع الا انه يطبق العدالة، ويعني لا يضير بأي حال من الأحوال إذا كان المتهم رئيس جمهورية أو ضابط شرطة أو مواطن عادي، في النهاية هو يسعى إلى تطبيق العدالة. وأنا أعتقد أنه ما يتم الآن هو محاولة لتأسيس دولة سيادة القانون. يعني سعادتك بتقول أنه هؤلاء الذين يرون أنه ما حدث في فض اعتصام ربعة جريمة دموية فظيعة عليهم تقديم بلاغات ورفع القضية للقضاء حتى يختصمون فيها وزير الداخلية ويختصمون الفريق السيسي، يختصمون كل صاحب قرار. لا جدال في ذلك. وأنا أعتقد أن النيابة العامة اتخذت إجراءات بالتحقيق فيما تم في ربعة العدوية وفيما تم في النهضة، على اعتبار أن النيابة كانت حاضرة أثناء الفض، على اعتبار أنه النيابة حطت مجموعة من الإجراءات يجب على الشرطة أنها تلتزم بها. لكن في جميع حالات الدم المصري دم غالي، والنيابة العامة كممثلة للدعوة العمومية لا تستهين بأي حالة من الأحوال في قضايا الدم. سؤال أخير أستاذ عصام، هل تتصور أنه خروج الرئيس السابق للعلن بهذه الطريقة، اطمئنان أنصاره عليه على الأقل، وأنت شفت وزنه زاد يعني ما شاء الله، يهدئ الشارع، ولا المحاكمة نفسها تزيد الشارع المصري اشتعالا؟ لا، خليني اقول لك انه الشارع المصري في الوقت الراهن غالبيه الشعب المصري لديه ثقه كبيره في مؤسسات الدوله، وبل ان اكاد اجزم انه في حاله من الانبهار لدى قطاع كبير في المجتمع المصري من الطريقه اللي تمت بها المحاكمه، سواء من تغيير مكان المحاكمه بشكل مفاجئ الى الطريقه اللي تم بها تغطيه احداث الجلسه. واقدر اقول لك انه هناك حاله من الاحباط الشديد اصابت انصار الرئيس السابق في الشارع المصري، وانه في فرحه لدى قطاع كبير في المجتمع في انه لدينا رئيسين لاول مره بيحاكموا امام القضاء الطبيعي، وانه ما فيش تحفز لدى المصريين انه يتم حبس مبارك او يتم حبس مرسي، لكن المصريين بيسعوا الى تحقيق العداله. اذا كان اي من هؤلاء الرؤساء ارتكب جرائم طبقا لقانون العقوبات المصري فيجب ان يعاقب بالله عليك يا استاذ عصام، في حد هيجرؤ يحكم مصر بعد كده وكل رئيس ورا القضبان يا اخي؟ اذا شوف، عايز اقول لك اذا كان اي رئيس يخالف الدستور ويخالف القانون ويعتدي على سياده القانون ويعتدي على اراده المصريين ويسمح بقتل المصريين وسحل المصريين وسجن المصريين وتعذيب المصريين بغير الطريقه الذي رسمه القانون، فمن حق المصريين ان هم يحاسبوه. انا اعتقد انها نتيجه ايجابيه هتجعل اي مغامر يسعى الى السلطه يعيد حساباته عشرات المرات، لانه يعلم تماما
انه المصريين هيكونوا متربصين باي تصرف يخرجوا عن سيادة القانون. ايوه، وان القضبان موجودة وتهدده باستمرار يا استاذ. احنا عندنا بقت عندنا دلوقتي قاعة جديدة لسه ما حدش دخلها، يعني القاعة بتاعت معهد امناء الشرطة دي اللي تم اعدادها بشكل جيد. أيوة. لسه ما حدش يعني شرفها يعني. يا سيدي ان شاء الله ما حدش يشرفها، خلاص كفاية كده يا استاذ عصام، اتنين في سنتين كفاية جدا. شاكر جدا لسعادة عصام شيحة المحامي بالنقد وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد الأستاذ عصام، وعدنا أن يكون معنا قريبا حينما تظهر إلى العلن أدلة الاتهام كي يقيمها معنا وكي يخبرنا بانطباعاته، إن شاء الله كده براءة ولا إعدام، ربنا يكفينا الشر يعني ويلطف بينا جميعا. بعد الفاصل، حينما قال العاهل الأردني في خطاب مدوي أنه يعلن ثورة بيضاء على البيروقراطية والفساد، ثورة الإصلاح السياسي في الأردن، كان رد واحد من ألطف المغردين الذين أعرفهم، أصله ثورة الأردن دي غالبا بتكون إن هم يشيلوا الطراونة ويجيبوا الخصاونة، ولما يعملوا ثورة تانية يشيلوا الخصاونة ويجيبوا الطراونة. ربنا يجعل كلامنا خفيف كده وما يزعلش أهلنا في الأردن، والله ده مغرد أردني. فهذا أمر يستحق التأمل، الثورة البيضاء في الأردن ما مغزاها؟ ما الذي ترمي إليه تحديدا؟ هل هي قابلة للتطبيق؟ بعد الفاصل.